من جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي خلال مؤتمر صحفي أنه تم بحث الإجراءات العاجلة لضحايا مسجد الروضة والتي تتلخص في الإسراع باستخراج شهادات الوفاة ومساعدة الأهالي في استكمال إجراءات إعلام الوراثة لصرف التعويضات التي وجه بها الرئيس السيسي. وأضافت أنه سيتم توزيع 500 كرتونة تحوي مواد غذائية على أسر الضحايا لمدة 3 أشهر. النهاردة السيد رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي دعا لاجتماع اشتركت فيه الوزارات المعنية بمتابعة الحادث الإرهابي في شمال سيناء، وأيضا تم دعوة الجمعيات الأهلية الكبرى اللي بتتعاون مع وزارة التضامن في غرفة العمليات للتعامل مع الأزمة. الإجراءات العاجلة اللي هي بتتلخص في الإسراع باستخراج شهادات الوفاة، تحديد محكمة من قبل وزارة العدل لاستخراج إعلام الوراثة، مساعدة الأهالي في الإجراءات الأولية واستكمال الأوراق عشان نطلع إعلام الوراثة في أقرب وقت حتى نتمكن صرف التعويضات المالية اللي وجه بها السيد رئيس الجمهورية، اللي هي 200,000 جنيه لكل شهيد لأسرة كل شهيد و 50,000 جنيه لأسر المصابين. كان في أيضا متابعة للإجراءات التي بدأت بالفعل، تم تشكيل 10 فرق عمل من وزارة التضامن فيها باحثين بينزلوا يعملوا بحث اجتماعي للأسر حتى نتعرف على أسر الشهداء واحتياجاتها، إذا كان في أحد الأبناء في الدراسة في أي سنة دراسية، إذا كانوا من العاملين في الحكومة من العاملين في القطاع الخاص أو من أصحاب المهن أو إيه طبيعة العمل اللي بيتكسبوا منه، رعاية أبناء الأسر وبالأخص إتاحة التأهيل النفسي ليهم من خلال الفرق التأهيل النفسي المتطوعة من الهلال الأحمر المصري اللي بتتعاون وبتعمل مع طبعا الصحة النفسية بوزارة الصحة. قرار لإتاحة المواد الغذائية في سيارات تحركت بالفعل ب 500 كرتونة مواد غذائية للقرية والقرى التابعة المجاورة لها أيضا.